بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الياسين مكية. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر على قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فأزرنا بسالة فقالوا إن عليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إن عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا إلا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال بقوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم وأجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وعليه ترجعون. أأتخذ من دونه إلها أن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنتم بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما اغفر لي ربي واجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا سيهاكم واحداتم فإذا هم خامدون. يحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم عليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع الذين محذرون.
وآيات لهم للأرض ميتات وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم إن حملنا ذرياتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويأكلون ما هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا سيئات واحدات تأخذوهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيات ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئات واحدات فإذا هم جميع الذين محسرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فلا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة لهم ما يدعون سلاما قولا من ربه الرحيم ومتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد عليك يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإني وآني بدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم تكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننقصه فلا خلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرون أن خلقنا لهم مما عملته أيدينا أنعام فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها راكبوهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون أأتخذ من دون الله إلها لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقوا مثلهم بلى وهو خلق أليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يأكلوا له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون.